نحن دوما بحاجة إلى أمثالكم لكي يشع الخط وبه نستنير ونستكين ونطمئن. أيها الإخوة والأخوات، العهد العكسي قد ابتدأ. لا مجال للمناورة على هذه اللحظة، فإما أن نكون أو لا نكون. إما أن تتمادى الزحلة كما يجب، أو أنت بنا أن نذهب جميعا إلى بيوتنا رحمه الله. حديثكم الكريم تطرقتم إلى بعض النقاط، وكلها نقاط دقيقة وخطيرة في نفس الوقت. تكلمتم عن أنصاف الرجال، وأنا اليوم أقول لكم ما تشهدت تحت في هذه الأيام. يا ليت هناك أنصاف رجال، هناك قدر كبير من أنصاف الرجال. Thank you.
العزيز نحن دوما نتذكر في افكارك، ونحن دوما ناخذ اقوالكم مثالا نهتدي به وننشره في المجتمع، لاننا اليوم حريصون على ان تبقى العائله عائله وان يبقى الحي حي وان تبقى المدينه مدينه، لاننا بغير هكذا نصبح اشلاء ولا اظنهم لدوننا ان نعيش.